سخر الطبيب دكتور قلت لك انتم كروت في المستقبل ياه راه عباده هذيك تاع عباده حياه المؤمن كلها عباده حياه الانسان كلها عباده البشريه كلها في العالم كتعبد لا نصارى ولا يهود ولا انصار ما كاينش كامل كلها كتعبد ولكن صارت يخسروها باش بالشرك كيشكوا بالله تحبطهم العمل ديالهم هما احسن منا في العباده كيخترعوا كيصنعوا كينفعوا الناس صنع لك بورتابل كتكلم معك به كذا كل خبز صنع لك توماس اديسون صنع لك بولا من الادمغه المئويه قريتهم عليهم فما قال توماس اديسون داك البولا باش علاه تصافي خلو مخو كيدير غير ريزيستونس بوحدو كيدير فاش نوت كيشوطي با شكون عطاتو الفكره وزاره الداخليه امراه قالت له توماس تو باردون لوفي قال لها تيان جي في سي دون لوفي راه جاج الخاوي دار جاج الخاوي ولا ريزيستونس اختصار من الكلاب فاش نوت شعلات ما شوطه Allez! Allez, ma tribe, va voir lui vite! Oula! Oula, ça le dos de la la! Oula! Kaka, kaka, kaka! Chaël, allez, ça le rebat, ça le sien! Mais ça le militaire, France, la Belgique, Est, Ouest, Nord, Sud! Karat, le Khems, à New York, dans le Khat Sahab, le Binaï, le Hamouli, Chaël! Mal, à sa chède, tant de fatigue pour rien! Voilà qu'il houle, le Khmer, mal, le Khat, ça le fait, ça le fait, كل شيء مشوطي كتقولوا نقول تقولوا عطوا ما سالتي العالم ونسيتي خبرك خليتي يموت بهم خبرك هو الاول راسي يقولوا قديم الله مرحمين هذا رحم والديا او لو ويلي سكاري يسعى المكيف حراره كدير طاق اش يقولوا عندكم اليوتيوب طاق 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 العندما موجود موجود متاح العلم اللي بغيتيها اللي كيفك طيب تك تك يخرف او يخرف شكون اللي كثر شكون اللي صنع يا سلام يوقف سبحان الله بردتي العالم وخليتي خبرك شعله في جهنم هذا مشى او نوبل صاحب لا ديناميت او سي دايما كتشي في البخار بس الترن كتمشى حال هذيك مين في الربعينات كانت قبل ما يجي الضو وتطورت الامور خرمان فضل ليهم هما كما يقول القائل لله يدر الفضل للمبتدي وان احسن المقتدي الامور كتطور ولكن شكون اللي كيدير الفضل اللي اخترع ما الاخر اللي كيطورها كراس الاول ماشي تيقولوا الله يرحم غير اللي يجي للجو يا ولي حفر بيه حفر له القبر من اللي حفر القبر اخويا هو اللي خصني تشكر اليس كذلك؟ نعم هذا هو كان حفر بالفاس حفر بعد حفر حفر مرة خلصة دلوة يجيلي لي جات يرضي كرة اوني كابي اللي حفر لا هالي كان لا تلحية باش الناس اللي اخترعوا ونفعوا البشرية مثلا نعيشوا دابا بلا ضو عرفتي هادي غادي شنو سير سير نيويورك طفى فيها الضو 6 ساعات وقع فيها النه والخسارة عرفتي ديال 20 سنة بينكم ست ساعات تفضل ثلاث عشرين عشرين سنة رجعت الله ناحية مولا غير مادة تعرفش كيخاف الله ولا كذا عندهم لا لا يا حياته مادة كما قال لهم كارل ماركس لا يا حياته مادة كاش ولا إله محمد رسول الله تعتقد أنت لا إله إلا الله خصك هذا الشيء اللي خص دابا لا إله إلا الله خصك تصير عبولة لا اله الا الله ما معنى لا اله اي لا معبود بحق الا الله فيها النفي والاثبات كتنفي مع الله الالهه وها وكتثبت وجود الله بوحدو هي معنى لا اله الا الله كتنفي جميع الالهه ما كتش اله كيتعبد في الارض في الوجود الا واحد هو بوحدو ما تعرف لا سيدي فلان ولا لا فلانه ما تستعين لا بفلان ولا بفلانه مي كتقول اياك نعبد اياك نستعين والسلام عليكم يا رزاق رزقني يا معين اعيني ها يا عليم علمني ماشي اياك نعبد اياك نستعين السلام عليكم يا رجال البلاد ساس كل شيء بوش غادي يزو عيط يا الله يا رحمن يا وحيد يا هذه ما تنقول لكم باستمرار كنت في اوروبا عندهم توحيد الربوبيه النصرانيه تيعطي فيها الله يعطي على الله يقول مون ديو اي كعبد الخروة تلاتي مريم عنده في العقيدة ديالو الابن والابون وروح القدس الى واحد تعالى الله عن ذلك الله تعالى واحد ومع ذلك فاتر اللي هو ديك عشر ارب موسى
عندهم اليوم هذا الولد. انصر تعيط على الله واللي يهدي تعيط على الله. تعيط على فلان وعلا باقر يا ابن عمي. جوج له شروط وهذا واضح ماشي اخت هذه العجالة ما نفسر لك باش دابا الجوج ما كيصدقش. نعم إن خارج على الكتاب والسنة. يا سلام كتبش الأمور ديالك. طيب شهد عينينا نرى فيها ما فيها. يا سلام ما نمشيش حنا بعيد. الشيء بالشيء يذكر كان بجوجون يشد بعضها وبعضها. هذه مهدي تين واحد الأخ مسكين شاب متدين كيعمل الأسباب ديال الرزق غير في الأرض كيبيع قويمشات سريولات سبيطات كدا غير كيدير الأسباب. ديجا واحد الفتاة شافت الشاب قالت الله يا ربي بغيت هاد جوجي هذا الرجل هذا يكون جوجي بغيت نجوج الله يا ربي لو كان يخدي هاد الرجل هذا غير قال شافها أو الله إلا تقبلتها يا محمد خي قبلها الله تعالى والله العظيم نيتها صدقة يا ربي بغيت هاد الشاب يا ريت كان هاد الرجل هذا ياخذني طلعت عند ربي العالمين تقبلات كتجي الساعة فاش تطبق هذاك الشاب تعاشر مع خوه بقى فيه شي أخلاق معاملة هذه من باب على الأخلاق شوف الأخلاق أش كدير من خلال المجتمع أش قلت خير الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم عظيم يا سلام الله أكبر بقى فيه شي أخلاق وشي معاملة باش قالوا والله يا خويا الأخلاق ديالك عجبتني دخلتي لي في قلبي وأنا بغيت نتأهل بغيت نتزوج ولكن ما عرفتش ما عايش من عائلة ننزل عليها دابا اش الاخلاق ديالك الا عندكم شي وحده في العائله ديالكم كيما بغات تكون كبيره ولا صغيره ولا بنت خوك ولا بنت عمك ولا كيما قالوا كاين الخير اللي عندك هضر قالوا شنو قال لي انا عندي جوج خوتي وحده عندها 20 وحده عندها 18 قالوا خطبت 20 ها قالوا والله شوفها السنه لا بغيت نشوف هادشي والدينا ما تيقبلوش لو كان تقول قدام دابا ولا 60 ولا 70 عام اي شي مهم ينوض حاله لان كبروا بزاف ما شاء الله شوف هذا التقصدير هذا ما كبروا قرا واش يدير بعدا في قراش يدير ما مزبل الطيفور من الطياره الحماره ابن يدير لك الله يرحم عليه بعدا عمر الكافي كان عمر الكافي قال لك مول فوق 70 عام ما كان داش معنا هذا الدين ان هذاك صح كون سالوا الاستعمار الفكر لا باقي ما يفهم لك صافي جبد الفكر ديالو قشبت له صافي تفورماطا ما بقاش فورماطي انت قول يا الامر بالك حي كيقولوا نصارى توش كي في في صافي راه بغرض الراس بحال الدامولا علاش قالك التعليم الصغار ها كان نقش ما لك بدا 60 عام 70 عام كبر في البداع وفادا والحياه المقلوب وكدا رجل شاف يقول هذا شيء يقول هذا هلا نسير بس ويا رب هذا لما قالوا يا الله خويا شوف شيء عشان بغيتي قالوا العشرين أنا بغيت العشرين يلا سير شو يلا شوف قالوا لا قالوا السنة قالوا أنا عندي الاكتقاء آفي غير هذا معها أنا مشتاق مشان عندك قال أختي أهلي قلت له مرحبا كيف شو عشان خويا قال لك كيف وجهك راك يخطوك قلت له فينه قال ده قال رأت عارف فيه الثقة بلا ما يشوفك لا تا يشوفني ولا ما يشوفني ما يشوفني شو عاد ديك الساعه يقول ولا ما عندي ما ندير به ما نعطلو السنه راه كيقول انا الغاربه تيقول لك اللي عطل حرف من السنه يا الله عليه اللي نقص حرف من السنه قال لي يلا يلا خويا شوف قال لك يلا غير تشوف تم غادي هو وياه يلا 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 باب الدار ديال الكوزينه باب الكوزينه شي مع باب الدار يحل باب الدار داخل شاف شو الاخت قال كان مالك اخت مالك قالت له يا اختي قالت له هو هذا اللي طلبت له هو هذا لا ما فرحت ما فرحتش المنطقة والله الا عاشوا واحد السعادة غامرة عطاهم الله جوج بنيات احتاج نقول لك عايشين وعاوناته وسعدته عايشين بخير ولكن هو متدين ومتدينة الطيبة اليمني يا سلام عمر الشوك ما كيتلاقى معاه ما حب البلوك إذا كان داري السدرة كانت تلقى ما حب البلوك بالمقابل طيب يا طيب عطاك الله يا سلام سبحان الله وكان كيطلب الله ويقتل الله صاف قول يا قمر عاشوا سعادة الزوجية في الإسلام ما كاينش بحال هكا اش نقول هو فين بلغوك القمر ما تنساش نقول لك كل شيء موجود في أوروبا كل شيء يلاه شوف زوج مرأة وحدة قانونيا ماشي الثانية ممنوع التعدد دير الخليلة دير ستة سبعة الخليلة شومي كولور كيفاش تهضر معاك ستة سبعة هي مع فلان هو مع علان هي مع العوار وهي مع الزوار هي مع عبيدة وهو مع زبيدة ما
كاين السعادة، كاين السعادة ما كايناش. السعادة فين؟ في الدين. الذين امنوا اطمئنوا قلوبهم بذكر الله. انت كتذكر الله وكتذكر الله صافي قضيه الامر. الكون كله كيعيش واحد السيمفونيه ديال الذكر. انت كتذكر هي كتذكر، انت كتصلي هي كتصلي، انت كتوحد هي كتوحد، يا انت كتحلف بالله، انت كتستعين بالله، يا الله يا كتقول يا الله، انت كتحلف بالله العظيم كتحب الله، ماشي انت كتحب الله وكتقولوا وحق هذا المال تغسل به على غادي يعصيك بالماضو وحق هذا الطعم تاكلو في كنازي على غادي في كنازي القدره وحق ذاك النور اللي فوجك ما عرفش نور لك نور. العقيده مدقده مخلخله الجواز ما تيبقى غير يديروا راسهم بحال اللي تيحرك في الماء وتيطحن في الهواء. واش الناس كيحرشوا في الماء في البحر وكيطحنوا في الهواء تضيعوا الناس فلوسهم واوقاتهم كذلك ولو كذلك اختاروا هنا حتى هي عاوتاني وكذلك اذا اتاكم ترضوا من دينه وخلقه حتى هي عفوا فاضفر بذات الدين تنكح المراه لاربع من جمالها ونسبها ومالها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يدك. هذا دعاء كان عند العرب خاوي. ما معنى تربت يدك؟ كيقولوا العرب قديم تقولوا تربت يدك كيقولوا مثلا ما شريتيش هذه لا زعما بحال طحتي في التراب تنقول احنا طحتي التراب طفتي في التراب ما خديتيش هذه ما شريتيش هذه ما مشيتيش طحتي في التراب. لكن من دخل فيه الدعاء النبوي ولا مبارك تربت يدك اي قطعك الله التراب والارض واش كيكون فيها واللي مزدي معاها الشجر الحجر العقار عرض كتولي كتسوى في زماننا حنا في شحال 4 مليون متر عطاك الله المراه يعني كما قال سبحان الله نساؤكم حرس لكم وانتم نعم عطاك يدك يا سلام تربت يدك نعم خبطتي في المراه صح تربتي خبطتي في العروه الوثقى خبطتي المراه متدينه يا سلام تكره المراه الاربع جمالها حاس هذا بغى حكله شنو بغى؟ كله بغى هذا بغى الحسن هذا بغى المراه غير تكون حسناء جميله واحد بغى المراه اللي عندها الفلوس تعاونوا واحد بغى المراه اللي عندها النسب باش يساعدوه واحد بغى المراه اللي عندها الدين ايوا تخير كله شنو بغى؟ ولكن شكون يعبر عليهم؟ اللي عندها الدين. طيب اسيدي يا ولي عندها الدين وعندها النسب مزيان بنت اسره بنت عائله شريفه ومتدينه ومحترمه بها ونعمت ما تقولش بقى خلينا نمشي غير الفقير لا لا يا سلام اكرمها الله يا سلام شكون عندها حسن جميله والعائله وعندها دين مزيان خلاص يقولوا المصريين خلاص يا خويا يعني عليك تبقى سكر زياده يا جدع النسب والمال والدين بخير الجمال الناس يا واعطاها رب العالمين لمن عشان لمن اعطاها صلي عليه سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم عطاه الله امراه متدينه وجميله وعائله وعقيده شكون هي لاله ساره ساره قالك بنو كثير من عهد حواء الى ساره ديك العيالات كلهم اللي كانوا حتى وحده ما وصلت ذاك المستوى ديال الجمال ديالها والدين والدين والعقيده والايمان غير هي وياه اللي مؤمنين على وجه الكفر الارضي وسيدنا لوط والخو يا سلام يقدر يعطيك الله سبحانه وتعالى امراه عائله جمال خير دين وكلا ما كانش المهم تكون فيها الدين بعد ذلك يكون مهمة متدينة الله أكبر يا سلام باش تعاونك على طاعة الله نضربوا لي هذا مثل مثلا أبا حنيفة تعرفوا أبا حنيفة يا سلام راه عالم العلماء من آسيا راه آسيا كلها غادي عند ديالو باش كون النعمان النعمان كان راجل متدين صالح ولي من أولياء الله شقوه وأخذ على نفسه في الدنيا ما يتزوجش قال لك هذه النعمة ديال المرأة أنا ما بغيتش نتمتع بها كاع ما عندي ما ندير بها ما بغيتش نتمتع بها في الدنيا حتى الأخيرة لأنك تعرف المرأة ديال الأخيرة في الجنة كي دايرة لا يحرمكم منها حر العين ماشي حر الطين ما حر الطين شحال كارونتين هنا الشامطين فيها الخوتها أخي 20 عندك الجمال صافي كيولي إيدو كتولي كلها بيس دي طاشي دي زاكسسوار الفم دي مونطابل الشوار دي مونطابل الضفار دي مونطابل الشعر دي مونطابل كتقيل لابسه داك الشيء شومي كولور ولكن في اللي كتطفي الضو تحيد ليه البياز داك الشيء شوما شعر الضو تخلع الدنيا ديتي يا عادل
كل شيء، ما سمعتيش الله شنو قال في القرآن؟ كل شيء هالك هالك. لا الصحابة اللي عندكم انتم خانكم الباك فين الباشوري؟ ما حتاش نقول لك فين 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 يا فين ثقافتك؟ فين قرايتك؟ أول العصر خلينا نعيشوا ايوا ثقافتك وكتابتك وشواهدك خصهم يصلحون في المجتمع ديالك ما شاء الله يصلحون نفسك باش ملي سكنتي حدا تسكن حدا الرحمه ما تصدعوش كذلك وكذلك جبريل ودابا الافتقار كاين اوروبا كاين غير غير الحلو تشرب الشراب ويعبد عميسه وما يصدعكش يا قالوا جورتي قال لي لا عاملته بالدينار والدرهم سلفتيش للفك ارد لك في الوقت ديالك وما لا قال لي رايته وركع وجيت في المسجد قال لي نعم قال اذا فانك لا تعرفه مثال القرعه مثال مثال الصلاه مثال القرعه يقدر يصلي ويكذب ياكل عباد الله يفسد يسنيك ليش صح غير ايوا راه كيصلي الصلاه سهله سهله كذلك ها نعم راه كيركع الصلاه ولكن في السلوك الاخلاق تيركع راه راجعوا علاش وقعت اش كذلك لو كذلك نعم السيد كلا تفاحه خاف يمشي يتبعو هذاك يوم القيامه قال دا يمشي يتفاح وكذلك حتى انت الا دخلت شي واحد الدار وخشي تقلب له في المجهر ديالو ولا كذا ولا تطلو كذا على هذا تقلب له الفراش ديالو الله حرام يا دار الصوف يا دار البونج حرام يا دار ياك سميتها بهذ الفلوس النمام يا النميمه والغيبه في دار انسان الله يرحم عليه قال له شنو اكبر سد في العالم قال له واش تفمك تعرف ممكن نامي مول غيبه ولا في النار اللي كتخلي بعيد الله او لا هرك هرك في هرك في الطوموبيل ديك شي رحبه غير هو ينزل يشري شي كلينيك حتى كتقلب له الطوموبيل تاعو تلعب في البورطاب ديالو با 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 تهز الدفار موش الدار تقطع له بحال واحد موش عطاش موش الدفار يقطع عليه الدفار داك يخلي عليه المسامر في الباطو علاش على الاخلاق فين ما خينا اخلاق فين ارصع داك الكسي الطوموبيل ترصع ما بقاش ولا كل ناس ولا دار شي تصويره تما ديال مرتو تكشف عليه قال لك هاي 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 خيس شنو داير لك امينتي هاي 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 بنت ما خيس مي قلت لك اخويا تقلب اخويا تقلب في كل ناس على اسراري كنا واش دركنا دينا كي ورصا ثبت كون حجره يا بالقرمه تبلق فيا ماشي كذلك هذه كلها اخلاق هذه هي اخلاق تصلح المجتمع ماشي الثقافه ولا الاخرى هذا هو انا كنهضر في الواقع يا سلام كذلك ماشي كل شفنا في اوروبا قلت لهم يا ولد الحرام قولوا لا الله احسن لكم غير قولوا لا الله احسن لكم ما عرف بنت البحر غير البارح شكون اللي سلمات بنت بوش شنو بنت بوش سلمات قال لهم هذه اللعنه ديال العراق هضرت معاها ما حتاش جيني قلبتها جبتها شي يقولوا كتهضر راه في اليوتيوب عندكم وكتهضر قال بسم الله النبي ما قلت لها يا بنت بوش يا ولدي هذا بوش يا ولدي